رجعنا بقى مش بس نتكلم عن البطولة يعني او عن المنتخب، عايزين نتكلم عن افراد. يعني بما ان احنا دلوقتي شفنا لقطة كابتن صالح سليم، هذا طبعا يعني الشخص المعشوق من الجميع، ومش هقول الاهلاوية بس، بجد صحيح يعني من الشخصيات اللي فعلا لم يختلف عليها اتنين. فكلمنا اكتر عنه برضو في يعني مع المنتخب في الفترة دي تحديدا. الكابتن صالح سليم قيمة وقامة، كان قائد حقيقيا في الملعب. انت لما تكون شخص عادي في وسط اي مجتمع، في شركه، في اي ومحب للاخرين، الناس كلها بتتف عليه. هو عنده حته القياده، ازاي بيقود فريق، ازاي يقيد بعد كده نادي كبير بملايين بيشجعوه، ازاي بقى عنده كلمه، ازاي عنده مبادئ وقيم. لعيب يتمرد على اللاعب على النادي مع السلامه، لعيب بيحب النادي يقول له هاته يا كابتن، يا كابتن خطيب. طبعا كابتن خطيب مدرسه كابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي، كابتن خطيب تملي بيقول كده. ها، فالناس دي يعني سبحان الله، ده امتداد جميل قوي. يعني نرجع كده من ورا لقدام او نشوف كده، صالح سليم، كابتن صالح سليم قيمه وقامه، كابتن طارق سليم، كابتن عبد الوهاب سليم، عائل السليم، حاجه اساس في النادي الاهلي. طبعا نخش كابتن حسن حمدي، شيل من كابتن صالح سليم وكان فريق النادي الاهلي وكان كابتن على كابتن خطيب. جه كابتن خطيب بيكمل الرساله، ده مش كلامي، ده التاريخ بيقول، ده واقع فعلا، والكابتن الجوهري بيقول. كتير جدا القيمه والقامه في اي فريق في اي مجتمع بترفع منه، ما بتقلش منه، بيبقى عنده قيمه. ازاي بقى لنا 50 سنه، هقول الاخيره يعني ان انا ادرسها اكتر، ازاي ماشيين بنفس السيستم، الاخلاق والمبادئ والقيم. هو مش شعارات، لا، ده واقع احنا عايشينه جوه النادي. فلما ازاي اي مكان، اي قناه، اي مجتمع، جيب الكابتن صالح سليم علاقاته، ازاي ما رحنا نستلم جائزه الفيفا في جوهانسبرج، كان واقف ازاي قيمه وقامه، ازاي كان معاد مع الرئيس السابق في الاستاد القاهره، قاعد طبعا. رئيس النادي الاهلي، رئيس الاهلي قيمه وقامه. ده كلهم شخصيات كاريزميه جدا كمان، يعني كاريزما غير مسبوقه وغير متكرره، حاجه جميله، حاجه طبعا. احنا كل ما بنرجع اصل على الاصل دور، طبعا ملوش ماضي ملوش حاضر، على الاصل دور فعلا. انا بقول معلش يعني، هو الاصل ده اللي بيخلينا دايما الناس عند وجود حضرتك معانا، ان انت بتاخدنا فلاش باك للاصل فعلا. طبعا احنا تملي بنقول القيمه، بنحب زمان، تتكلم اي حضرتك يا سلام زمان، يا سلام الناس. طبعا. فناخد الناس دي زمان، التاريخ زمان، القيمه، الافراد، الناس اللي بنحبهم، الناس اللي هم بالنسبه لنا يعني عايشين على مبادئهم. ها، والجميل بقى انك بتلاقي ان سبحان الله مسلسل، مش ما بتقدرش تقول حد مثلا مسك النادي الاهلي وحش، لا ما شاء الله، كله. انا جبت، انا اختصرت ثلاث اشخاص، لكن كل ما مسك نادي الاهلي كل التقدير والاحترام. بس انا جبت المدرسة المتشابهه جدا اللي هم تعايشوا.